ثم كاين الناس متعرف عليك، الناس اللي تعرفك شكون انت، الانسان مخلوق انت حتى سالس حبيت الانسان يا كتبقى تهضر كتبان شكون انت، وانت تسمح لهم الى التواصل الى فهم الشرط معك. وهذه العمليه حيت انا احيانا كنكون جالس ما نتكلمش، ولكن ايماءات الوجه ديالي والحركات والراه كتعطي واحد رسائل اخر شنو الاسئله اللي غنفسر. كذلك يمكن اتكلم الطريقه التي اتكلم بها والطريقه اللي غنفسر بها الافكار والطريقه اللي غنفسر بها المعلومات كتعرف شكون انا قيمتي الاجتماعيه الدور اللي ممكن نديرو هذه العمليه. كنتكلموا على التواصل باعتبار الوسيله الاجتماعيه، كنتكلموا على بعض العناصر اللي هما كنتكلموا عليهم بشكل صافي. هذا المرسل، هذا المرسل اليه، هذا قناه التواصل، هذا واحد العناصر اربعه غادي تحاول تكمل عليه الاستفاده. الوقت اللي كنصرفو في التواصل احيانا ربما حياتنا كلها حيت غير النوم 15 ديال المعزيمه كتلقى 75% هو تواصل. انا عطيت مثال حتى الصلاه هي واحد النوع من التواصل مع الله سبحانه وتعالى. اذا بغيتي تكلم الله سبحانه وتعالى اقرا القران، اذا بغيت الله سبحانه يتكلم معك اذا بغيت ربي يتكلم معك اقرا القران، اذا بغيت انت تتكلم معك تصلي. هذا واحد جزء من التواصل، في واحد النوع من المناجاة. معنا 75% من الوقت ديالنا اليومي هو عباره عن تواصل. الاشكال اللي كاينه كيف ادبر التواصل مع الاخر، حيت حنا كنهضروا على تواصل صامت، تواصل بصري عن طريق الهاتف. شحال من هاتف؟ لكن التواصل اللفظي والذي ترك الانسان معقول عن كيفاش كنبلغ الفكره ديال الاخر ما بقيناش كنتكلموا، افتقدنا ذوك الجلسات، ذوك الحوارات، حتى ملي كنمشيو مثلا دابا لشي مناسبات فرصه نتجمعوا ونتحاوروا شي موضوع، اش كنجبدوا؟ داست كنشرف كذا حلوه شفت خدام كذا، ما كناقشوش مثلا الظاهره الاجتماعيه في الحي مثلا عندنا شي مشكل في المدينه ديالنا، ناقشوا كما توصل على الاسعار، هذو الدوائر اللي كناقشوهم. الانسان الذكي يجمع وكيعرف كيف يحول النقاش، تكون ذكي تسول غير سؤال شحال بس البطاطا ما عطيتش البطاطا اليوم كذا وكذا، هذاك النقاش شكون اللي كيتحكم فيه؟ انت جات صورت الرساله ديالك الطريقه كتستطيع خليهم يهضروا يعبرون عنه. انا غادي نشوفوا انواع ديال التواصل، التواصل الافقي تما كتظهر الذكاء والحنكه ديال الذي يحاول، وهنا كنستثمر حيت حنا عندنا مبادئ كنامنوا بها. عندنا انا مثلا غادي مثلا عندي مثلا انا صفتي مثلا المناضل السياسي او المناضل الاجتماعيه المجتمعيه او لا اي بيئه كنتمي لها اي بلاصه خصني نبلغ الرساله ديالي. عندي قناعات تشدت بها اقتنع بها، كل ما حفل فرصه نبلغ الفكره ديالي نبلغ الرساله ديالي. واش المشكل ديال الباب المشكل ديال انا عارف شي موضوع تصير ولا عاد ما تخليت الحوار على الماكله ولا كذا ولا الملابس ولا المظاهر، انا حورت النقاش وربحت النقاش ربحتي، حيت دوك الناس عرفوا ديورهم طبعا خاصها كاين واحد على شنو فلاش باك استرجاع كسيت كان هذاك الموضوع علاش وطبعا كان عنده الحق كسيت باينه هز الهم هذا التحدي اللي كنواجهو. اذا هو اذا انا كتفقد تزرع واحد النوع من الثقه بقيت يثق فيه كل ما اكل مره اخرى غادي يقلب عليك غادي يسول عليك ولا تلاقاك مره اخرى غادي يبدا يسمع لك وكيقلب عليك صوني عليك. انا واحد السيد كنت جبدو خرج دابا نهضر على الزمان والوالدين ديالو تبدا يعاود شحال بعد دابا راه واش غادي شي نوع ارضي وداخل لعبي دابا كيسوني عليك كيسوني عليا بالزمان كيسوني كتبدي لك كيدير عندك تعرفوا على الوظائف ديال التواصل. ما تكلمناش بالوظائف، عندنا وظيفه معرفيه اللي هي عباره عن الكلام الذي اتواصل به، كاين وظيفه وجديده عن الحركات ديال الايماءات ديالي كما كنت محدثه هي رساله تبلغ الاخر. احيانا وقت ما نتكلمش غير نجلس الايماءات ديالي في الحركات ديالي في الحركات اللي كنقوم بها هي بحد ذاتها راه واحد النوع من التواصل. كما كيقول علي بن ابي طالب خاطب الناس وانتم صامتون، تقدر حيت تكوني جالسه في واحد المجلس كتسمعي كتشوف هذا الا سمعتي له وجهك لانه من الافات اللي كنعيشوها. احيانا واحد كيتحكم في واحد المجتمع كنضر واحد الموضوع، يمكن الموضوع ما كيعنينيش، اش كندير انا؟ كنمشي لهذا اللي كيعطيني هذيك الورقه نبقى نسمع كندخل. هذا بحد ذاته انا شخصيا رايي كنعتبره خطا في التواصل. نسمع ولكن في الاخر اكيد راه سمعت نهضرو وخلي الناس يهضروا يفرغوا اللي في قلبهم، خلي انا في الاخر ندخل انا جمعت معلومات عرفت واحد كيفاش كبر عرفت المستوى الشيء ديالو المستوى الاكاديمي المهم عرفت معطيات كثيره اللي خلاتني انا فيها كندخل بطريقه ذكيه بطريقه سلسه نوصل رسائل ثلاثة دراسات من غير بركه عليك ثلاثة دراسات ياك مرة أخرى. لكن عايش واحد الطريقة آخر
ثلاثة مسلم ما نستعجلوش النتائج حتى إلا استعجلنا الثمار ما غاديش نحصدوها كما ينبغي ولكن لا كل مرة حيت لو كنقول مثلا بس الانتخابية مازال واحد الفترة ما خصنيش نشتغل من دابا كل مرة كنبلغ رسالة عندي واحد الهدف بغا نشتغل مثلا في وسط القرارات خصني نكتشف البلاصة اللي غادي نمشي نشتغل فيها بين المستملحات اللي غادي نهضر غادي غير المستملحة أن مثلا فرنسا وإسبانيا يدخلوا المغرب شنو داروا؟ صيفطوا؟ خصني نكتشف شكون هاد المغرب هذا صيفطوا جواسيس دابا جا المستملحات صيفطوا جواسيس من هاد الجواسيس كاينه واحد كاينه شارل دو فوكو كاين هاد ميشو ديلير هذا قصر كبير شنو دار في قصر كبير؟ دعا انه شوف شحال ديال التضحيات باش يوصل واحد الرساله شحال ضحى هو مسيح القران دعا الاسلام اصبح امام شو الدور ديالو؟ لكي يدخل ديجا هو قصر كي يدخل المفرد اللي بغى اللي بغى الكتاب ديالو سميتو ميشو ديلير بغى الكتاب ديالو فينا في الاوفيس لقيتو ولكن تما في المكتبه ديالو كاين جوج كتبه اللي ميشو ديلير هادو كتبه هما كتبه فرنسيه للاسف ماشي مترجمه ولكن واحد كذا قصر كبير هو شوف انا تقريبا 40 سنه في المغرب كيف يبلغ رسالته بهدوء شنو هو خصو يعرف البيت القصري داخل البيت القصري شنو كيدور فيه عادة رجل قصة في الوقت ما يمكنش يدخل دارو أي واحد يدخل في الثاني يتحقق الناس اللي قرابي بالتالي دخل حتى ميشو ديلير بحكم أنه خلال قصية لكي يسجل ملاحظات ديالو باش يدور واحد كتاب الحياة العامة مدينة القصر الكبير بعد ذلك من بعد حتى المهمة ديالو يقال أنه يعني من بعد خلال واحد رسالة قال له ماشي خمين يقال هذا أنه من قصر القصر ما رضاوش على واحد حكى لي باش تروح تسلى لنا واحد الشاو تكتب لك الطريق طنجة تيكونش في الشاو بزاف ملي كان الطريق باش تهبط البس سوتال تما وربما تم قتله في هذيك المنطقة هذيك هذا ميشو ديلير وفعلا هذا الكتاب هذا يستحق كاين وكتاب اخر سميتو القبائل العربية بحكم اليونس القبائل اللي كانت واحد الشكل مستقبل اللي بغيت نوصلكم ان الانسان كيبغي يخدم واحد الهدف كيبغي يخدم واحد الهدف الوقت بالنسبه لي ما كيبقاش مقياس لكن عندي هدف خصني نوصلو عندي رساله اجتماعيه كنامن بها خصني نوصلها خصني ندير جميع السوق باش نوصل هاد الرساله اذا هنا كنوصلو ثلاثه ديال المقاصد الكبرى هي التواصل كاين تبادل المعلومات كاين ابلغ كيفاش الطريقه اللي غادي نبلغ بها الرساله ديالي وكذلك كيف اؤثر في الاخر اذا ما اثرتش في الاخر صحيح انك تقنعو بالفكره ديالك كيفاش تاثر يعني الاليه ديال التفكير بطبيعه الحال بشكل منطقي بشكل واقعي انك ما باغي توصل لواحد الرساله واحد الوضع اجتماعي باغي تناقشوا معاه لكن خاصك الاليه ديال التفكير بهذا الطرف بطبيعه الحال ما يمكنش لا نتناقش حنا ما عندناش ارض ديال النقاش هذا السيد هذا كاين خصنا واحد القضيه نناقشوا عليه ماشي هو كيهضر على الطرماطيشات ولكن كيهضر على المشاركه السياسيه راه صحيح صعب انك تكتب حنا عندنا الطرماطيشات هذو المشاركه السياسيه هذو المشاركه السياسيه عندو قيمه المرأة عندو يعني في واحد الموضوع كي ماشي هو كيهضر في الموضوع هو باغي يوصل لفكره انا باغي نوصل لفكره اخرى واش غتوافقوا؟ ما توافقوش ولكن اذا وضعنا ارض ديال النقاش وتواصلنا هكذا نقدروا مثلا في بعض القهوة القهوه مع الاصدقاء ديالنا ونهضروا مثلا على مثلا عندهم شي وضع اجتماعي محدد غنتكلموا عليه علاش بالضبط مثلا دابا لسه كيخرجوا مثلا يخدموا بزاف مثلا في صالح المبكر علاش بالضبط؟ كتاخذ فكره وفكره 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 وبالتالي كتبص واحد القضيه ديال النقاش دابا ولا اغراء ولا اخر لحظه دابا بالنسبه للتشريع وصل القوه ديال مارش ديال 20 كاين اغراء كبير في الهضره ديال المستثمرين باش يحطموا هذاك المنازل القرويه بحكم انه ولا الاخر مهيئ مزيان ولا ناقل وعندو لي سميتو لي نورم في الكتيب ديالو يعني كاينه استراتيجيات واتساب خدام على الحرب وداك خليت هذا المدرسة قوة انا دابا هاد الفرصه ديال الشباب هكا شدات قوية بزاف في الفريسة وشي حاجة حتى الناس اللي كيخرجوا من المدرسة ما يسمعش عند الراجل ما كيرضاش يخدم بواحد المبلغ هذه المرأة مسكينة كتقلع لأن عندها وليدات خصها تخدم عليهم اقتصاد ولكن حتى بالنسبة للراجل كاين الراجل اللي كتقول مثلا كاينة 50 درهم كيقول لا خصني 80 درهم مثلا والمرأة كتقبل وكتمشي النهار كامل وهي خدامة مزيدة لان ما عندهاش البديل ما عتلقاش وهذاك من الشركه كيستغل هذيك لان ما عندهاش ما
النقابه او شي حاجه مستقله. الله يجازيك بالخير اختي راه ماشي ليك دابا بحكم ان الحياه كما قلت الاستاذ ما فيهاش غير موضوع واحد تنهضروا على الجانب الاسري الجانب الاقتصادي. الجانب الاقتصادي كيدبر دابا مدمر انا خدام عليه دابا مدمر علاش؟ لان الاستثمار راه عندنا زيوت مثلا هذاك اللي يجي يستغل السيده ويخرجها بحكم انه مستثمر راه ما يمكنش الاستثمار قادر ديروا راسها كما في البرامج ديال المبادره والبرامج ديال هذا قادر ديروا راسها انه تكون عايش في الارض هو قادر يولي مستثمر راه ما عندنا مشاكل خدام اليوم انا حاليا انا حاليا نهار ربعت اللي كنهضر معايا عندي تاسيس ديال واحد الكوبيراتيف ديال التصوير المنتوجات بخصوص هذا الابو غالو اللي هي معروفه اخاي غتسنى المراه هذيك المراه غتسناك انت تتوجد وتتسنى عاد وتحقق الانتاج هي هي عندها قديمه واجده ما عندكش يتسناك انت كيسمو هذا الاخوان بعدا ولا هي كتسناك ولا هذا بالمره واش فيك ايوا دابا شوف كل شيء انا شوف ولا صعيب شوف لجنه الموضوع مراوغ ولا كيخدم 3 دلوقتي ماكيناش التوافع ديال الشغل احيانا ماشي ديال الجن دابا اللي يخسر راسه ما عطاكمش دراسه وما عنديش معطيات في يدي ولكن يخسر راسه هذا الشغل في وسط القراوي خص بصراحه خص مراكز ديال اللي يديروا لي دراسات حقيقيه واش راح يكون يسال حتى الخضار حنا ما نهضروش فيه حنا راح ما كنعيشوا بحال لي فيلاجوا بحال لا بعيده فهمتي لو فيغال والخضار بحال بحال المراه حنا في وسط التعرايش والمراه خدامه هي وليداتها حيت ماما الاحياء الشعبيه بزاف اللي فيهم الهشاشه كتلقى مسكينه ما عندهاش البديل انا كنجي وعندي ويكي كتقول لك انا عندي جوج وليدات ما بغيتش نضيعها ولكن ما عنديش البديل شحال غتعاونها انت قفه جوج ثلاثه اربعه